بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، نرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها يا جماعه، في سكريبت دلوقتي متوزع وشغال على القنوات والراديو. يعني الحاجه الغريبه ان السكريبت سمعته في الراديو وسمعته في البرامج، بداية من شلبوكة وصولا لإسلام الكاذب ورؤى وصولا للأخ ماركو فان باستن، ماركو مغات برضو واحد زملكاوي في الراديو. سكريبت وسؤال عبيط جدا، هو ليه الاهلي ما لعبش غير 6 ماتشات بس لحد دلوقتي؟ الكل بيتكلم على ان ليه الاهلي ما لعبش غير 6 ماتشات دلوقتي، وكأن الاهلي بيلعب في الخفاء، وكأن الاهلي لما بيشارك في افريقيا او بيروح يلعب كاس عالم انديه بيبقى في السر محدش يعرف. سؤال في منتهى الغباء لما يبقى اعلامي يطلع يسال هو ليه الاهلي ما لعبش غير 6 ماتشات بس، وده يضر بمصلحه المسابقه وده تكافؤ الفرص. كلمه تكافؤ الفرص دي ما بسمعهاش غير ضد مصلحه النادي الاهلي. يعني الزمالك بيتاجل له ماتشات محدش بيتكلم، بيراميدز بيتاجل له ماتشات محدش بيتكلم، لكن لما الاهلي يتاجل له ماتشات لا نفتح بقى ونجيب الدفتر ونجيب القايمه ونشوف بقى الاهلي لعب كام ماتش وما لعبش كام ماتش. يا جماعة هو الأهلي هيلعب في كذا بطولة في نفس الوقت؟ يعني هل الأهلي مطالب النهاردة أنا بلعب كاس عالم أندية وبرفع اسم بلدي لفوق، برفع اسم بلدي لفوق وبكبر باسم بلدي رياضيا وكرويا على مستوى العالم وعلى مستوى القارة، هل جزاتي النهاردة إن أنا أروح ألعب كاس عالم وفي نفس الوقت تاخد مني لعيبة ألعب بها الدوري؟ هل مطلوب مني وانا بنافس فرق افريقيا زي الوداد في المغرب، زي الترجي في تونس، زي صن داونز في جنوب افريقيا، اتحادات بلادهم بتجيب لهم لبن العصفور، بتوفر لهم لبن العصفور عشان يقدروا يكسبوا بطولات؟ هل مطلوب مني النهارده ان انا يتم التخليص عليا عشان اروح العب افريقيا وانا خلصان؟ يعني انا ما شفتش كده قبل كده. في سكريبت دلوقتي متوزع وهتسمعوه في كل البرامج ان ليه الاهلي ما لعبش غير 6 ماتشات، لا لازم الاهلي يلعب، وحتى لو هندوس شويه ما انت عندك قايمه فيها 30 لاعب ما تلعب يا اهلي، في ايه لما تلعب النهارده افريقيا وبكره تلعب في الدوري؟ ما انت عندك 30 لاعب، حط 15 هنا و15 هنا والعب، في ايه يعني؟ ما فيش حاجه، مش هيحصل حاجه، واخسر بطوله هنا واخسر بطوله هنا، ما كل الناس بتخسر بطولات. بمناسبة عالمية النادي الاهلي، انا عايز اوريكم صورة، الصورة دي هتبين لك قيمة النادي الاهلي، القيمة اللي مش بس كلام، لا ده فعل. بصوا الصورة دي يا جماعة وهتفهموا منها حاجات كتيرة جدا. دي صورة في كاس العالم للاندية الاخيرة، احمد نبيل كوكا اصغر لاعب في النادي الاهلي بيسلم على مين؟ على كريم بنزيما اللي هو واخد البالون دور، وما ادراك ما كريم بنزيما. شوف طريقه التسليم عامله ازاي، لا راح قال له هات التيشيرت بتاعك والنبي ابو ابراهيم، ولا قال له التيشيرتات بتاعتك تلزمني بعد الماتش حكومه، ولا اي حاجه خالص، عادي جدا كانه لعيب عادي بيلعب في الدرجه الثالثه عندنا في مصر، سلم عليه عادي جدا. عكس لعيبة تانية الأندية بتاعتها بتزيد وجماهيرهم بتزيد لمجرد ان اللاعب خد تيشيرت من رونالدو او خد تيشيرت من ميسي او خد تيشيرت من عز الدين. هو ده الشخصية، هو ده لاعب النادي الاهلي، عارف قيمة التيشيرت اللي هو لابسه، عارف انه بيلعب في اكبر واحد من اكبر انديه العالم، فعادي بسلم على
كريم بنزيما وسلم على رونالدو وسلم على الجن الازرق ولا يفرق معايا. لكن في ناس تانية يقعد يضحك ويبوس ويحضن ويعمل عشان ياخد لقطة يحتفظ بها للتاريخ، انه سلم على رونالدو، انه خد من رونالدو التيشيرت. لا، احنا ردنا بيبقى في الملعب، ان انا اكسب اللعيبة دي واخد منهم البطولات او اخد منهم الثلاث نقاط في اي مباراة. سيد تركي الشيخ كان له تصريحات النهاردة مع عمرو أديب فيما يخص مباراة نهائي كأس مصر الأهلي والزمالك. كتير قلت لكم تركي الشيخ أهلاوي جدا، حصل مشاكل وحصل أزمات، ولكن الإخوات نفسهم بيتحاسبوا وبيتعاتبوا وبيزعلوا، وبترجع العلاقات وبترجع الأمور. حتى لو ما عادتش العلاقات يبقى الحب كما هو، نقل فؤادك حيث شئت، ما الحب إلا للحبيب الأولي. وتركي الشيخ أهلاوي وهو أعلنها أكتر من مرة، حتى في ظل أحلك الأزمات مع النادي الأهلي أو مع إدارة النادي الأهلي كان بيطلع يقول لك أنا بتمنى فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، أنا فرحتي بفوز النادي الأهلي لا توصف، وطلع قبل كده مع يعقوب السعد. في تخوف لدى جماهير النادي الأهلي إن تركي الشيخ، أنا بقول لك بصراحة إن تركي الشيخ يعني يتسبب في هزيمة النادي الأهلي بشكل أو بآخر. لكن الراجل النهاردة طلع مع عمرو أديب قال لك أنا عايز الأهلي يكسب. بروتوكوليا اللي قاله تركي الشيخ غلط. لو هنتكلم بروتوكول والراجل المستضيف للبطولة ما ينفعش يطلع يقول أنا عايز فرقة تكسب وفرقة تخسر. لا، الراجل بيكسر كل التابوهات، بيكسر كل البروتوكولات. الراجل اتكلم من القلب للقلب، قال لك لا انا عايز الاهلي يكسب. عمرو اديب قال له لا انا عايز الزمالك يكسب، قال له لا انا عايز الاهلي يكسب والاهلي هو اللي هيكسب. تركي الشيخ قال ان مباراه الاهلي والزمالك في السعوديه كلمنا مع مخرج كاس العالم، وفي بث مشترك مصري سعودي، وفي حفلات ومفاجآت كبيره جدا تليق باليوم التاريخي اللي مش هيكون ليه مثيل، وقال انا شخصيا عاوز الاهلي يكسب. بالنسبه ل عمرو اديب، برضو عمرو اديب اتكلم في نفس الحته، قال لك هو الدوري بقى مش هيخلص ولا ايه، واحنا مش هنلعب الدوري السنه دي ولا ايه. انا متفق مع عمرو اديب في هذا الامر. ليه؟ لان يا جماعه أمم أفريقيا خلصنا بالنسبة لنا إحنا كمنتخب مصر من إمتى؟ إحنا طالعين بقالنا بتاع أسبوعين أو ثلاثة، داخلين في ثلاث أسابيع مودعين. ليه حضرتك لحد النهاردة ما بدأتش البروجرام؟ ليه ضيعت ثلاث أسابيع كنت ممكن تلعب فيهم ثلاث جولات على الأقل؟ وكنت ممكن تضغط تلعب أربع جولات عشان تقدر تنهي الدوري بتاعك وأنت مرتاح. لكن لأ، لا احنا مش هنلعب الدوري وامم افريقيا شغاله، بالرغم ان الجزائر بتلعب الدوري وكل الدول اللي طلعت من البطوله بتلعب الدوري الا احنا. لا، مش هينفع نلعب الدوري الا لما امم افريقيا تخلص. فسؤال مهم جدا لعمرو اديب، سؤال استنكاري، سؤال تعجبي، هل في نيه لعدم استكمال الدوري؟ هل في نيه لالغاء الدوري الموسم ده؟ طبعا استحاله الدوري يتلغى، لأن في ملايين مدفوعة رعاية للأندية ورعاية لبطولة الدوري المصري الممتاز. عايز أقول الزمالك دفع 30 مليون جنيه أو هيدفع 30 مليون جنيه في لاعب اسمه زياد كمال، وحذرت مرارا وتكرارا يا نادي الزمالك سجل زياد كمال مع الإصابات مش لطيف. سجل زياد كمال مع الإصابات بيقول أن هناك شيء ما غير معلوم، حاجة غريبة. لعيب بقاله سنتين ما لعبش غير 70 يعني 70% من المباريات، 3/4 المباريات آخر سنتين ما لعبهاش يعني مع المصري البورسعيدي ما لعبش غير شوط في سنة كاملة. عارف يعني ايه شوط في موسم كامل ما بين إصابات وغيابات؟ قلت لازم نادي الزمالك يكشف كشف دقيق جدا ويشوف السجل بتاع اصابات اللاعب والتاريخ المرضي للاعب او اصابات اللاعب. الاشعه
تثبت إصابة زياد كمال بتمزق في العضلة الخلفية. البس عشان خارجين، البس عشان خارجين، تمزق في تمزق في تمزق، البسه بقى البسه بقى، حذرنا ومحدش سمع الكلام. صالح جمعة قلب الدنيا، السوشيال ميديا مقلوبة على صالح جمعة يا جماعة. صالح جمعة طلع اتكلم عن عبد الله أخوه وطريقة رحيل عبد الله عن نادي الزمالك. قلت لك قبل كده فخر لينا، فخر لينا كجمهور للنادي الأهلي، إن أي لاعب بيمشي من النادي الأهلي بيفضل مدين بالعرفان للنادي الأهلي. ما شفتش لاعب بيمشي من النادي الأهلي يطلع يتكلم كلمتين وحشين عن النادي الأهلي. لازم يقول لك أنا كنت عايش في نعمة. إنك تعيش جوه النادي الأهلي دي نعمة لازم تحافظ عليها. صالح جمعة النهارده كشف المستور فيما يخص فسخ تعاقد عبد الله جمعة. قال إن عبد الله ما قصرش مع الزمالك وخرج من قائمة الفريق ومشي قبل إغلاق القيد ب 48 ساعة، واتاخد على إخوانا، واتاخد على إخوانا، وبتوع الزمالك كذبوا لما طلعوا قالوا إن الفسخ تم بالتراضي وده ما حصلش. قال إن عبد الله لعب مع الزمالك 7 سنين ما بخلش فيها بأي مجهود وتوج بكل البطولات مع الزمالك، وقال إن الزمالك فسخ تعاقده مع عبد الله من طرف واحد، والتصريحات طلعت إن فسخ التعاقد كان بالتراضي، وعبد الله ما وقعش على أي مستندات تخص فسخ التعاقد. وقال أنا اتكلمت مع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق قبل حل أزمة القيد، وسألته عن موقف عبد الله عشان نبقى واضحين ونعرف نتحرك قبل إغلاق باب القيد. قال إن أحمد سليمان قال له لا، عبد الله مكمل، وإذا كان عبد الله عايز يمشي ياخد جميع مستحقاته وننهي العقد بالتراضي. قال إن حسين لبيب هو اللي جدد عقد عبد الله جمعة لما كان رئيس لجنة مؤقتة، وقال الأهم بقى إن عبد الله جمعة خد شيكات مقدم تعاقد والشيكات دي بدون رصيد. يا منجي نجي، يا ساتر استر، شيكات بدون رصيد. آه قال لك عبد الله له مستحقات مالية قد إيه يا جماعة؟ 25 مليون جنيه. تاني 25 مليون جنيه لمستحقات عبد الله جمعة بس. ده كان بيشتغل لله ده ولا كان بيعمل ايه؟ لما السنين دي كلها وله 25 كان بيقبض ايه ده؟ ده كان عايش معاهم بأكلته ولا كان بيلعب بأكلته ولقمته ولا ايه بالظبط؟ لما له 25 مليون جنيه لدى نادي الزمالك، قال ان عبد الله حزين للي حصل معاه، وقال ان انيس بن ميم المحامي بتاعه بيحاول يحل ازمته مع الزمالك، وقال ان عبد الله قال انه مش عايز يتخذ اي خطوات ضد نادي الزمالك. اهم حاجه قالها، قال لك لما مشيت من نادي الاهلي كنت بصلي واسجد كل يوم واشكر ربنا اني كنت بتعامل مع منظومه محترمه. يكفيني الجمله دي، جملة تفسر حاجات كتير جدا، جملة تتضمن الكثير والكثير من الأمور. قال لك يكفيني إن من ساعة ما سبت النادي الأهلي بصلي وبشكر ربنا إن اتعاملت مع منظومة محترمة اسمها النادي الأهلي. شتان الفارق، شتان الفارق بين الأهلي والآخرين. الأهلي بحب خلصت أخبارنا، خلصت شحيتنا، استنى كل أراكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا لكم، سلام.